السلام عليكم، حياكم الله، يا أهلا وسهلا. الله يسعدكم. اليوم نتكلم عن فاكهة النوني أو النوني فروت. طبعا هو في كلام كثير عنها، الفوائد حقتها حقت العصير والأشياء هذه ممكن تبحثون عنها بالنت يعني، لكن والله أنا بالنسبة لي الموسم اللي فات ما أخذت منها إلا ثمرتين أو ثلاث لأنها كانت صغيرة، وكطعم عادي هي مش يعني لذيذ طعم فاكهة مباشر، لكن هي منكهة وتعطي لذة للعصائر والأمور هذه، عاد أنتم أدرى مني بالشيء هذا. فهي أنا والله اللي أعجبني فيها صراحة الأوراق، هي شجرة جميلة جدا يعني لا تقل، هذه حجم الورقة ما شاء الله زي ما أنتم شايفين، حجم الورقة كبير جدا، شوفوا يدي كيف داخل هالورقة، شكلها جميل جدا، حتى وقت ما تعطينا الثمرة تعطينا إياها بشكل هذا شكل زهرة، بعدين تتساقط الأزهار هذه وتبقى لنا الثمرة الجميلة. حتى سيقانها زي ما انتم شايفين جميلة جدا، شوفوا الساق من هنا، ترى انا اصور بالليل والله لانه بالنهار في اصوات مراوح فما بيزعجكم. شوفوا هذا ساقها جميل جدا، يستمر اخضر الى مرحلة معينة يعني، انما الساق هذا هو الاساسي. طبعا هي مزروعة بالحوض البعيد هذاك، لكنها من كبر الاوراق وثقلها جت هنا وانا تركتها تتمشى بكيفها، ما عندنا مشكلة. الأهم بالموضوع أنا بالنسبة لي والله الأوراق، يعني الأوراق جميلة بشكل ما تتخيلون، شوفوا كيف لامعة وعليها حجم كبير جدا، ويعني شجرة شوية أنا بصراحة أشوفها مبهجة، زي عنب البحر هذه بعدين إن شاء الله أتكلم لكم عنها، شجرة كبيرة ممتدة للأخير هناك. فهذه النوني فروت أو فاكهة النوني ما شاء الله، شوفوها معطي ثمار من كل مكان يعني، هنا وعندنا هناك بالجنب الثاني برضه زي ما انتم شايفين فيها ثمار جيدة، هنا برضو ما شاء الله تبارك الله، هنا عندنا الأسفل فيها عدة ثمار، ولسه هي طريقة الثمرة تجي بنص الساق وتستمر الشجرة بالنمو تعطينا برضو ثمرة أخرى ويستمر الساق على طول، هنا برضو حيعطينا إن شاء الله ثمرة ويطلع الساق. طبعا أنا ما راح أخلي السيقان تكبر كثير، راح أستنى عليها بس لين تنضج بعض الثمار، وممكن اقلمها شوي لانه كتقليم تربيه احافظ عليها ما تاخذ مكان اوسع، لانه ما شاء الله متشعبه هي. طبعا نبات استوائي، الفكره ان لما نقول نبات استوائي فهي محتاجه للحراره اقل من اللي عندنا، محتاجه رطوبه شوي، فحرنا الصيف اللي عندنا مع الجفاف فما حتعيش فيه برا بشكل سليم خارج المحميات الا بعض المناطق اللي فيها رطوبه وشويه اعتدال بالحراره. فهذه والله فاكهه جميله، اللي حاب يسويها في يعني يبحث عن مصدر لشتلاتها، لكن انا ارجع اقول لكم تراها تملك جمال يعني ما يوصف، يمكن الفيديو ما راح يوصل لكم الصوره بشكلها السليم، جمال وحجم اوراق، شوف الورقه كيف، وايضا الثمره هي لها فوائد كثيره كعلاج للاشياء كثيره، طبعا ابحثوا عنها بالنت وشوفوا فوائد فاكهه النوني فروت. فهذه اللي حبيت اقول لكم اليوم عن هالشجره الجميله، انا نزلت صوره كنت لها امس ما ادري قبل امس او قبل فتره ما ادري والله ماني حافظ. المهم فكثير سالتوني عنها، انا على بالي اني مسوي فيديو عنها والله قبل، ولكن سقط سهوا، اكتشفت اني ما سويت، رجعت حسابي اكتشفت انه ما سويت فيديو خاص فيها. هذا كتعريف بس بالشجره وشكلها ولونها وطريقه الثمر، طريقة إنتاجها للثمر يعني طريقة مرة يعني مرتبة سبحان الخالق، يعني ترتيبها بالأوراق، عدد الأوراق ورقتين وثمرة وورقتين بالضبط متقابلات وثمرة بعدهم، يعني شيء جميل، نبتة جميلة أعتبرها. وطبعا هي الري الزايد ما تحبه لأنها هي أصلا هي تخزن كثير موية داخل فما تحب زيادة الري، ولحد الان انا شايف انها حلوه، طبعا بحاول اكثرها اسوي لها تجربه خارج المحميه ان شاء الله الموسم القادم بس تروح الشهور الحاره هذه، والله يسعدكم ان شاء الله، مع السلامه.